طيحتني انا بيني وبين التوأم والله انهم كرهوني بدري طيحتني انا تكرهونه؟ اوه قوه عادي يا بن دفنه بن دفنه انا يوم وصل عمري 13 سنه في الدار اذكر قال لنا المشرف يلا يلا على على الخيمه خيمه في الدار اول يوم عيد الاضحى قلت انا والله ما نمت مواصلين تخبر بالليل احنا نواصل قلت انا ما نمت مواصل عشت الله يجزاك خير انا مواصل ما نمت تكفى افك انا ما ابغى اروح الخيمه قال الا تروح الخيمه غصب قلت طيب وانا اروح بسروال الثوب ترى قصه موتر يا روح سروال الثوب والفنيله رحت وش هذا سروال الثوب؟ يعني سروال الفنيله اي سروال اي سروال الفنيله قال وكاد انه دخل الخيمه دخل الخيمه يراعي كذا قال محمد محمد وينك؟ قلت هلا قال تعال اول يوم العيد ما في ضيوف ما في شيء حنا لحالنا ويمسك ويمد ذاك المد صدق اقسم بالله يا رجال ضرب يمكن حتى وجهي نزله في الارض قام يشوته ليه؟ شات وجهي ليش تجيب سروال فنيله؟ واول يوم العيد ما في خير والله يكرمك والله. وانا الله يكرمك يكرم النعمه ويكرم السامعين عبد المجيد كرمت تشوفه مجود ضيوف عبد المجيد استنى الله يكرمك يكرم السامعين ولكن وانا اعمل على روحي من الخوف من الخوف يا قضيبي وليتك قال لي تروش لا راح وقف يا الله اي والله ما في خير اول اول يوم العيد يمشي بقى يوم الغياب فهذا هذا هذا وانا عمري 13 اللي المفروض الواحد يقول قيد قيد صح بس والله يشهد والله انه بعيدا عن المفروض هذا اعوذ بالله اعوذ بالله يشهد الله عليه هذا ما في انسانيه والله ايه وهذا والله العظيم يمشي بقى يوم يمشي بقى يوم الغياب تدري هذا والله العظيم اني ارحمه ارحمه اعوذ بالله من سخط رب العالمين لا يشهد الله علي يشهد الله علي ما هي مثاليه بس اني اقابله عاد الايام اللي هذا والله اني مسامح مسامح بس انا اقول لك مواقف بعد حي انه الاطفال اي بعده حي مسامح يمكن يتابعنا الحين شوف الله عبد المجيد شوف انا ما يهمني بقدر ما انا كنت بشارك في سالفه انه احنا نصل الى اعمار كبيره والى الى الان يقال لنا يدلعوننا في ناس من اعمارها 9 10 وهي تعاني من قسوه احترم احترم معك برد